أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا موظف حكومي ويوجد لدينا إجازة 10 أيام اضطرارية، ولكن بعض الموظفين يأخذون هذه الإجازة للسفر إلى مكة أو إلى المدينة أو غيرها، فهل يجوز أخذ هذه الإجازة حتى ولو لم أكن مضطرا إليها؟ الإجازة إجازتان، إجازة نظامية للموظف هذه لا حرج فيها تأخذها لأنها نظامية، أما الإجازة الاضطرارية المقيدة بالضرورة هذه لا تأخذها إلا عند الضرورة.